اليومين اللي فاتوا النادي الأهلي استضاف في مقره بالجزيرة معرض للكتاب وفعاليات ثقافية بالتعاون مع الدار المصرية اللبنانية. شهد هذا المعرض الحقيقة إقبال كبير جدا من كافة الأعضاء، وكان فيه حفل توقيع لكتابين لروائيين هم أشرف العشماوي ورشا سمير، وده طبعا كله بيأكد على الدور الثقافي اللي بيقوم به النادي الأهلي من خلال أنشطته المختلفة. تابعوا معنا هذا التقرير، ثم فاصل ثم عودة مرة ثانية عشان نستكمل كلامنا. تفضل. النهارده هو بننفذ الحمد لله اول معرض للكتاب عندنا في النادي. الحمد لله في استحسان كبير جدا من الاعضاء وفي تشجيع، كل الناس شغاله على المعرض ده النهارده، بدايه من الاستاذ خالد طبعا مدير النادي، والامن دور الامن معانا برضو الاستاذ علاء صلاح، العلاقات العامه صراحه مجهود ممتاز منهم، كل الناس الحمد لله اللي ادت اللي عليها وقدرنا نطلع بالمنظر اللي حضرتك شايفاه دوت. كل الاعضاء مبسوطين وعايزين اللي هو يتكرر، وان شاء الله احنا باذن الله هعرض الفكره ديت على ادارتي وان شاء الله ناخد موافقه بيها، اللي احنا على طول يكون في على مدار السنه في بنكرر الفكره باكبر من الاصدارات اللي موجوده دي، لان الاصدارات ديت هي عباره عن البيست سيلر. يعني انا نفسي يعني نسيب بقى الموبايل شويه ونسيب بقى السوشيال ميديا شويه، القراءه مهمه جدا بتفيدنا يعني الحمد لله. انا في مجال عملي الحمد لله الموضوع ده اثر عليا كتير، بيفتح المجالات كتيره، بنشوف الناس بتفكر ازاي، بنشوف الامور ماشيه ازاي، القراءه مهمه تنميه. فالحمد لله انا مبسوط اللي من امبارح للنهارده الحمد لله حجم الناس لا فعلا مهتمين. انا شايفها خطوه رائده، خطوه يعني سباقه جدا طليق بالنادي الاهلي اللي هو رائد في كل شيء في الرياضه، لكن الرياضه ما يعني او الجسم السليم ما بيكتملش غير بعقل سليم بالقرايه، فالخطوه يعني رائده. التعاون ما بين النادي الاهلي والدار المصريه اللبنانيه في اقامه اول معرض كتاب في مكان مفتوح علشان الظروف اللي احنا يعني الظروف الوباء اللي مرت بيها مصر وما زالت بتعاني منها، بالإضافة إلى إلغاء معرض الكتاب، فأعتقد أن المعرض يعني إن شاء الله هينجح، وشايف الإقبال كويس جدا النهاردة يعني، فدي حاجة مشجعة، وأن في شباب كمان كتير، فدي حاجة كمان بتشجع أكتر أن لسه في أمل. ده المعرض الأول يمكن في تاريخ النادي يتعمل معرض كتاب جوه النادي الأهلي، وطبعا لازم يتعمل الأول في مقر النادي الرئيسي في الجزيرة طبعا بالتعاون والتنسيق مع المصرية اللبنانية، طبعا من أقدم دور النشر والمكتبات في مصر. وحقيقة ده يعني زي ما انتم شفتوا كده لقى إقبال كبير جدا من أعضاء النادي. النادي الأهلي أعضاؤه الحقيقة عندهم قدر من الثقافة، بحيث ان الإقبال يبقى موجود كده. احنا الحقيقة كنا لسه بنعمل تيست، لكن الحقيقة لا إقبال حتى من أصحاب المعرض قالوا دي حاجة جميلة جدا إن شاء الله هتتكرر. والله هي الفكرة كانت يمكن احنا كنا شغالين عليها يمكن بقالنا 3 شهور. يمكن انا خليني انا حابب هنا من المكان ده ان انا اشكر مجلس اداره النادي الاهلي وعلى راسهم الكابتن محمود الخطيب، طبعا كان في دعم غير عادي لاقامه معرض. انا شايفاها من الحقيقه طبعا يعني طبعا الدوله المصريه اللبنانيه عامله شغل وجايبه كل العناوين وجايبه اغلب كتابها. المعرض منسق ومنظم بطريقه جميله جدا، من ساعه ما دخلت من الباب الناس محتفين بينا. الحقيقه موضوع برضو التباعد والماسكات، يعني طبعا انا قلعت الماسك عشان معاكي، بس انما هم كل شويه بيقولوا لنا الماسكات، فانا شايفه الحقيقه ان دي حاجه مهمه جدا. التنويع اللي موجوده من كتب تاريخ وادب وروايات الحقيقه حاجه مهمه ومشرفه جدا. يعني هي الفكره جديده وشيقه ومهمه، لأن الرياضة والثقافة مهمين جدا في حياتنا، هم أساس الحياة، ده الغذاء الذهني وده الغذاء العضلي، فبالتالي علاقتهم ببعض علاقة كبيرة ومرتبطة، ولا أهمية أنها تكون متواجدة في مكان زي نادي الأهلي للثقافة. الفكرة فكرة جيدة جدا، نتمنى أنها تكرر وتعمم في ظل ظروف الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا. مفيش معارض كتاب حاليا، فالمكان أوبن أريا واخدين كل الإجراءات الاحترازية، الحمد لله في إقبال جيد جدا، في تنوع كبير قوي في المعرض، كل الكتب موجودة. والله هي فكرة هايلة جدا، وخاصة إن الدار اللي بتعرض النهاردة هي الدار المصرية اللبنانية، وإحنا
يعني تقريبا 90% من أوعية المكتبة سواء في فرع مدينة نصر أو في الجزيرة أو في الشيخ زايد هي مقتناة من الدار المصرية اللبنانية، نتيجة إن هم دايما عندهم فكر مختلف وعندهم أوعية مختلفة وعناوين مختلفة بتهم كل القراء. و تقدري تقولي بقى ان احنا اهتمامنا نابع من انه النادي الاهلي دايما بيدور على انه ازاي يسري اعضائه وابنائه من النواحي الثقافيه والفنيه والعلميه مش بس الرياضيه، وده دايما بناكد عليه في كل حاجه بنعملها وفي كل لقاء وفي كل تعاون مع اي حاجه خارج الاطار الرياضي. فطبعا احنا سعداء بيهم جدا والتنظيم هايل، وزي ما انتم شايفين كده يعني خطوه جميله واول مره تحصل، بس يعني صداها حلو جدا جدا مع الاعضاء الحمد لله.